السلام عليكم. اولا قدم راسي، انا طالب مهندس في السنه الثانيه في المدرسه الوطنيه العليا للكهرباء والميكانيك في عرف لانسان. اولا جينا اليوم باش نندوا على مجموعه المشاكل اللي وقعت لنا البارح. بدايه غادي نبداو من النقطه ديال البارح التي افاضت الكاس، وهي الاعتصام الليلي الذي خرج من الجمع العام. فذاك الاعتصام الليلي كما قلنا بانه نقطه افاضت الكاس نظرا لمجموعه من التهديدات والتضييقات اللي تعرضوا لها جموع الطلبه داخل حرم جامعي من طرف مجموعه من الاطر الاداريه اللي كيهدوا سلامتهم واللي كيهدوهم بشكل واضح في القضيه ديال انهم يدوزوا لي كونسي دي طابليسمون. يعني هنايا كنلاحظوا انه كنلتمسوا واحد التضييق مباشر على الحريات الفرديه والجماعيه للطلبه. اما الاسباب الكبيره اللي خلات الطلبه يكونوا في هذيك حاله سيء كبيره وغضب انهم خلاتهم يخرجوا الاعتصام الليلي، فهي مجموعه من النقط. نبداو بالكبيره اللي هي الدريه العنفيش، دونك التمثيليه ديالنا العنفيش، التمثيليه ديال الفيديو العنفيش كانت تضربات حيدت لها المواطنه ديالها. وهذا راجع الى انهم الناس اللي كيوصلوا صوتنا، الناس اللي كيمثلونا تعرضوا هاد السونكسيون. يعني انا كيفاش غادي باقي نوصل صوتي انا كممثل طلبه؟ ثاني نقطه فهو لو ريغلومون، فهذاك القانون المؤطر اللي دخل حيز التنفيذ في السنه الجامعيه الحاليه، فكي فيه مجموعه من النقط التي اقرها المجلس والتي تتنافى مع الحريات الفرديه والتعبير المكفول دستوريا. منها النقطه ديال مثلا نعطوها على سبيل المثال نقطه ديال 18%، دونك حنا عندنا واحد بورسونتاج اننا نقدروا نغيبوا لي سيونس دو في 18%، فماشي هنا المشكل وانما السؤال المطروح الجوهري، فهو الاشكال ديال انه لي سيرتيفيكا ميديكال ما كيتبغيش تقبلوا من طرف اداره، وهذا هو السؤال المطروح. حنا كيفاش غادي الدراري كيجيو جيبي لي سيرتيف لي زوردونونس لي ميديكامون لي كلشي ما بغاش الاداره تقبل منهم لي سيرتيفيكا ميديكال. وثاني نقطه، ثالث نقطه وهي واحد كاين واحد الماده عاوتاني في لو ريغلومون كدوي على حريه التعبير. فهنا كيقال لك بان الا بغيتي دير حريه التعبير ما خصهاش تنافى ولا تتعارض مع السير العادي للمؤسسه. فكيف يعقل اننا غادي ننجو وغادي نمشيو بواحد البرنامج النضالي ديالنا بلا اننا ما نديرو مثلا الكريف ولا ديزاكسيون اللي يقدروا نوقفوا فيهم الحركه ديالنا من اجل التعبير على الصوت ديالنا. وهذا فيما يخص النقاط الكبار. اما فيما يخص الداخلي فانا كتتعدد المشاكل عاوتاني، نقدروا ندويو على ليسباس فيغ لي تيران لي زانترنا لي دوش، دونك هنا لي ريستو مشاكل كبيره كيعانوا منها الطلبه. هادشي اللي خلاهم البارح يخرجوا في اعتصام ليلي للتعبير على السيء ديالهم والسخط ديالهم داخل المؤسسه، لانه مابقاش كيستجب لهم المطايب ديالهم وكيبغوا انهم يلقوا شي حل واقعي وجذري لهذه المشاكل كامله.